صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. سادة الحضور السلام عليكم. الشعراء الشعبيين عندهم ما يسمى بالومضة الشعرية، فمقدمة البحث راح تكون ومضة فكرية نرجع لها إن شاء الله أثناء البحث. تيمبل جراندن مواطنة أمريكية أصيبت بطفولتها بمرض التوحد. النتيجة الطبيعية لإصابة لهذا المرض هو مراكز التأهيل والعلاج. مرض التوحد إلى أعراض كثيرة، لكن واحدة من أهم الأعراض اللي تميزه واللي تنطيه الصورة مالته الواضحة هو انحسار القدرة والرغبة لهذا الإنسان في التواصل مع العالم الخارجي. بالمقابل أكو وفرة بالاتصال بالعالم الداخلي. هذه الإنسانة قلنا النتيجة الطبيعية المفروض تكون أنه مراكز التأهيل انتهى بها بكالوريوس علم نفس، ماجستير عالم الحيوان، ثم دكتوراه في عالم الحيوان، وبالمحصلة أول من فتحت باب الاتصال بالمصابين بمرض التوحد في هذا العالم. ملخص بسيط وراح نرجع إن شاء الله لهذه القصة. موضوع بحثنا هو العقل، القيمة والتكوين، أو المنظومة العقلية، القيمة والتكوين. نبدأ أولاً بالقيمة. حتى نفهم قيمة هذا العقل بالتأكيد نحتاج إلى العقل الكامل وهم محمد وآل محمد. أحاديث أهل البيت عليهم السلام هي المنار والدليل في هذا الطريق. يقول الإمام علي عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى، الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان. راح أترك آلية استنتاج ما نريده من خلالكم أنت فقط لأن الوقت ضيق. الحديث الثاني يقول: هبط جبريل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبريل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم عليه السلام: إني اخترت العقل. فقال جبريل: الحياء والدين الصرفة، ودعاه فقال: يا جبريل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرج. هنا سؤال: الأولوية لمن؟ للدين أو للعقل؟ هذا أيضا مسؤوليتكم أنتم بالإجابة. ثم الحديث الثالث أو ما يتعلق بتكوين العقل. في الحقيقة هذا الحديث مفصلي، نقطة انتقال بين القيمة وبين التكوين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: العقل دعامة الإنسان، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره. حتى نقف على قيمة هذا الحديث لازم نأتي إلى كلمة كلمة. أولاً لفظ دعامة. لفظ دعامة الإمام عليه السلام لم يقل أساس. إذا قلنا إنسان تحت مظلة هذا اللفظ يندرج الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الفتى والفتاة، لكن الإنسان هو اللفظ العام. تخصص بالهندسة المدنية شوي راح يعني يدخل في هالمجال. الأساس هو اللفظ العام لأنواع الأسس، إنما لفظ دعامة إذا نشوف بالصورة القادمة إن شاء الله، دعامة هو نوع متخصص من أنواع الأسس. هذا اللي تشوفوه أمامكم هذه كلها أنواع أسس، لكن هذا هو المقصود بكلام الإمام. جميع هذه أنواع الأسس تستند إلى طبقة تحتها طبقة ترابية. هذا النوع من الأسس هو الوحيد الذي يستند على طبقة صخرية، ويتم اللجوء إليه عندما تعجز باقي الأسس عن القيام بدورها. إذا كأنما الإمام عليه السلام يريد يقول: إذا أرادت الإنسانية أن تقف في منطقة صلبة لبناء معارفها عليها ببناء هذه المنظومة، وهي منظومة العقل. طبعا هناك أشياء كثيرة يعني في لفظ الإمام واستخدام لفظ الدعامة يعني أتركها لضيق الوقت، يعني كون مثلا هذا النوع هو من نوع من أكلف وأمتن وأدوم أنواع الأسس على الإطلاق. نفس هذه الصفات شيلها وانقلها للمنظومة العقلية من ناحية الدوام يعني عفوا الديمومة والمتانة والقوة. بعد ذلك ننطلق نرجع إلى مفهوم التكوين العقلي. قلنا هنا الإمام شو يقول؟ العقل ومنه الفطنة والفهم والحفظ والعلم. سؤال: هاي المنية اللي أطلقها الإمام هل هي منية إفرازية أم منية تبعيضية؟ يعني كأنما أراد هل يقول الإمام إنه العقل يفرز منه الفطنة أو يفرز منه العلم؟ لو لا، جزء من العقل فطنة وعلم وفهم. المنظومة العقلية هي محور أساس في حركة الإنسان باتجاهين، باتجاه المادي أو في اتجاه نحو الله سبحانه وتعالى. في كلتا الحالتين
يحتاج الإنسان لهذه المنظومة. فنرجع إلى قضية الإنسان المادي، هل غاية الإنسان هو العلم بحد ذاته أو الفهم بحد ذاته؟ في العالم الغربي هذه مجرد أدوات للتمايز ليحصل الإنسان على قصب السبق في سبيل استحصال الامتيازات المادية. هذا في الجانب المادي. في الجانب الروحي اللي يخصنا إحنا أهل البيت عليهم السلام، أو الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قالوا أهل البيت ليعرفون. إذن غاية الإنسان مو أن يكون حافظ أو يكون عالم أو يكون فاهم، إنما هذه أدوات يستخدمها الإنسان من أجل حركته نحو الله سبحانه وتعالى. فنجي نفصل الآن نشوف التفاصيل اللي أدركها أو اللي قالها الإمام سلام الله عليه. عندنا الفهم والفطنة والعلم والحفظ. بالمناسبة التعاريف اللي موجودة الآن هي أبسط أنواع التعاريف، وهناك تعاريف كثيرة، واستخدمت لفظ منظومة، منظومة العقل، لأن كل واحدة من أجزاء هذه المنظومة هو نظام بحد ذاته، إلى جزء الفسلجي من ناحية الدماغ والأعصاب، وإلى جزء الآخر اللي هو التكوين مالته. يعني خلينا نقول شلون الحاسبات تكون نظام هاردوير وتكون نظام سوفتوير، كذلك العقل بين نظام هاردوير الدماغ والأعصاب وبين نظام سوفتوير. نجي أولا لمفهوم الفطنة. الفطنة مفهوم أطلق الإمام يقصد به القدرة والقابليات والمهارات. طبعا كل واحدة من هذه المنظومات تدخل في باب اكتسابك للفطنة وممارستك للفطنة وتطويرك لهذه المنظومة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المنظومة متنامية. جنابكم أغلبهم عندهم نظام حاسبات وفي نظام يسمونه نظام أبدي تطوير. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المنظومة متنامية دائمة التطور. عقل الإنسان في هالساعة بعد ساعة يختلف اعتمادا على المؤثرات اللي الصدر لها. ما أطول في هالموضوع. فالفطنة يتعلق بموضوع القدرة والمهارات. ما المقصود بالقدرة والمهارات؟ جنابكم الكريم تشوفون أنا أمتلك هذه العضلة، وناس كثيرين يمتلكون هذه العضلة، وإذا جئنا إلى مجموعة من البشر 4 يمتلكون مثلا نفس الطول والعرض مع الكثافة العضلية، محاولة حمل ثقل معين تختلف لهذا الأشخاص 4 بسبب هذه الأسباب، تشمل جميع أجزاء المنظومة اختلافها. أولا البيئة التربوية، البيئة التعليمية، الجينات الوراثية، نظام التغذية، كون هذا الإنسان اشتغل على هذه المنظومة أو لا ما اشتغل. فإذا الاختلاف نرجع على منظومة القدرة، هو القوة الكامنة في العضلة لرفع الأشياء. كذلك الطاقة العقلية للتطور والنمو هي ما مقصود بها الفطنة. قابلية العقل للتعامل مع الأحداث اللي تدور دائر مدارة، هذا كلها تدخل ضمن نطاق الفطنة. ثم يأتي إلى قضية الفهم، منظومة الفهم. الفهم هو خلق البيئة المطلوبة للإدراك. علماء المنطق هذه يسموه حسن تصور المعنى، أعتقد عندهم هيك في التعريف. بشكل عام الآن إذا ألفظ كلمة دائرة، جميع السادة الحضور صار عندهم هذا الشكل الآن دخل في ذهنهم. هذا طبعاً فد مفهوم اكتسب أثناء الطفولة، أنه في يوم من الأيام عرفت أنه مجموعة من النقاط حول شيء معين هو دائرة، انتقل عقلك من المجهول إلى المعلوم، فصارت عندك فد فهم مكتسب. ثم منظومة الحفظ. الحفظ هنا يقصد بها الإمام الطاقة الخزنية للعقل، الطاقة الخزنية للعقل ما متعلقة لا بحفظ الشعر ولا بحفظ القرآن ولا بحفظ أي شيء آخر، إنما الطاقة الخزنية. حتى منظومة الفهم ما تحصل عليه من مفاهيم جديدة وين تنتقل إلى منظومة الحفظ، تحتاجها بعد فترة. الآن من قلت لفظ دائرة، أنتم منين جبتوا هذا؟ مفهوم قديم موجود في الطاقة الخزنية للإنسان. فهنا منظومة الحفظ قلنا تتعلق بالطاقة الخزنية للإنسان، وهاي الطاقة لحد الآن صراحة لم نقف على يعني خلينا نقول استثمار مناسب لها. علماء يقولون الآن بشكل بسيط، إذا أمامك مائدة عليها 50 قطعة تنظر خلال ثانية وتغمض عينك تستطيع أن تحصي 5 إلى 7. هذا العقل الواعي. العقل اللاواعي يصل إلى 2 مليون معلومة. يعني أمامك 2 مليون شيء تقدر تحفظه، قسم 7 على 2 مليون وشوف حجم الخسارة اللي نعانيها في هالباب. المنظومة الأخيرة هي منظومة العلم. لا، منظومة العلم يعني عرفناها كمجموعة من المعارف المتناسقة ضمن برنامج معين. يعني شنو فرقها عن الفهم؟ الفهم هو الانتقال من المجهول إلى المعلوم، نقلة واحدة بسيطة أو قد تكون صعبة بعض الشيء. لكن العلم الآن إذا أريد أصنع إطار سيارة كم مفهوم أحتاج؟ أحتاج مفهوم الدائرة. مفهوم الدائرة واحدة ما يكفي، مفهوم الدائرة، مفهوم نصف القطر، نصف المساحة، مفهوم الاحتكاك، أجسام مختلفة إلى معاملات، مفهوم الاحتكاك كله بغض النظر عن معاملات الاحتكاك، المواد، طبيعة المواد، الحديد، المطاط، الاهتزازات،
كلها هذه مجموعة من المفاهيم، حتى إذا فهمتها ما أقدر أصنع إطار، أحتاج إلى جدول، إلى منهج معين أضع به هذه المعارف حتى أستطيع أخرج بمعرفة جديدة متطورة عن الموجود الآن حاليا. هذا فرق عن العلم. على هذا الأساس إذا ننتقل للصفحة اللي وراها، إذا يسمح لنا الأستاذ المخرج، القدرات العقلية راح للإنسان راح تكون متباينة من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر طبعاً، وشرحنا الظروف، قلنا البيئة التربوية التعليمية بمعنى آخر، خلينا نرجع علماً نرجع للومضة تيمبرج راندن، شنو اللي ميز هذه الإنسانة وخلاها يعني تنتقل من مجرد طفلة في إصلاحية إلى عالمة في علم الحيوان، تحصلت على شهادة الدكتوراه. أولاً البيئة التربوية، والدة هذه الطفلة لم تنظر إلى الجانب المرضي فقط، إنما استطاعت أن تنظر إلى أن هذه الطفلة لديها من أعراض المرض أن تكون عندها ذاكرة بصرية سموها عالية وقابلية حفظ. فهذه أيضا منظومة الوالدة أيضا متطورة، ما نظرت فقط إلى الجانب السلبي وتوقفت وانتهى الموضوع، وبدأت تبحث لها أيضا عن منظومة تعليمية قادرة على استيعاب هذه القدرات. وأيضا كان هناك أستاذ جامعي استطاع أن ينهض بهذه الإنسانة لينتقل بها إلى من مريضة، صراحة أغلب حالات التوحد يعني ما أقول ميؤوس منها لكن نتيجتها الطبيعية هي مراكز العلاج، لكن هذا الإنسان استطاع أن ينتقل بها إلى هذا المسار العظيم. وبالمناسبة كثير من العلماء والمبدعين مصابين بمرض التوحد، فرانكوخ حتى أينشتاين، أكو دلائل الآن أنه بعض الإشارات يقول أنه يعاني، بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت العظيمة أيضا من المرضى بمرض التوحد. نرجع إن أنه اختلاف المنظومات العقلية للبشر بسبب اختلاف البيئات المختلفة، فتجد مرة شخص كمية الفطنة عنده عالية لكن مفهوم العلم أو كمية الفهم عنده قليلة مثلا، تجد مثلا أغلب النجارين يمتلك مهارة عالية وما عنده علم لكن عنده مهارة تظهر في بعض ارتفاع مستوى الفطنة عنده. وبالمناسبة أيضا من لما أقول منظومة متزنة لا أقصد بأنه كل واحدة من هذه الأقسام 25%، ما له علاقة، إنما مسألة منظومة تستطيع التعامل مع الأحداث ومع المعلومات اللي تظهر إلها. فبالتالي بمقدار ما تكون هذه المنظومة كفوءة بمقدار ما تمتلك القدرة على استحصال النتائج. شنو يعني؟ أولاً وسيلة لانتقال المعرفة بين السماء وبين الأرض هي من خلال الأنبياء، وعملية الانتقال تكون من خلال الخطاب، كيف يفهم النبي الناس؟ يخاطبهم، وهذا واحد من أهم مصادر الرحمة، يعني مصدر رحمة الأنبياء والمرسلين أنه يفهم خلافه مع الإنسان المقابل وعدم قدرته على فهم الرسالة، مو مسألة يرجعها إلى العناد إلى التعصب إلى الجاهلية، لا، يرجع هذا إنسان مسكين ولد بمنظومة ما مقدر إلها أن تنمو، ما مقدر البيئة إلها أن تكون منظومة كفوءة. لذلك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، كان دور عملية تطوير هذه المنظومة ما يتم ترى خلال سنة وسنتين، سنين تتم عملية تطوير هذه المنظومة، لذلك يأتي هنا دور الأوصياء في تقوية هذه المنظومة. هذا شرح مبسط وسريع لطبيعة هذه المنظومة والأقسام مالتها. بقى عندنا هنا نقطتين نحاول أنه نختم بها البحث. أولاً إحنا هنا عرفنا قيمة هذه المنظومة وأثرها بالحياة والمجتمع. السؤال، هل أكو نظام هناك لتقييس وتقييم قيمة هذه المنظومة في المجتمع؟ يعني مثال بسيط، الإمام علي عليه السلام يقول زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. هذا ببساطة جوهر نظام الآيزو الآن اللي يشتغل بالعالم كله، خطط صمم افحص، العفو انتج ثم افحص ثم ترجع من جديد. هذا النظام يعني خلينا نقول نظام التربوي الآن اللي دا نستخدمه، هل هو ناجح؟ مستهدف هذه المنظومة بالذات؟ لو مستهدف آثار المنظومة، بكلمات أخرى أنت الآن تلاحظ المنظومة مثلا التعليمية في العراق تنتج كم طبيب بالسنة؟ 800 إلى 1000 تقريبا، كم عدد الأطباء اللي نقدر نعتمد عليهم واللي يقودون هذه المفصل الهام من مفاصل الدولة؟ قليلين. السبب المنظومات دا تنتج منظومات غير كفوءة. أغلب المنظومات الآن، منظوماتنا العاملة التعليمية قائمة على أساسين، الانتقال من الفهم إلى الحفظ ومن الحفظ إلى الفهم. وحتى السؤال بالامتحانات ما هي نوع الأسئلة، أسئلة تقول لك إيش قد حفظت، ما تقول لك إيش قد افتهمت،
ما تقول لك ايش قد تحولت الى معرفه اللي حصلت عليها الان. واحد راح يقول الان الاطباء العراقيين معروفين على مستوى العالم، الان يديرون المؤسسات البريطانيه الطبيه كلها. هذا لا يعني شيء. ليش؟ لان نفترض الاتي، احنا قلنا خلينا نصور هذه منظومه وهذه منظومه. لتخيل هذه منظومه ان تصفيه الماء، وهذه منظومه تصفيه الماء، اكو منظومات داخليه. لما عندك مقدار التجهيز من الماء الخام اللي هو مقاربه للمعارف، مو نصور المعارف ما خام، تدخل الى منظومه قيمتها او كفاءتها 60 ومنظومه قيمتها نفرض 30، فمن تنتج انت من تدخل 1000 ما يكفيك لانتاج 1000 قنينه ماء، وبالتالي تحصل كل اللي تحصله على 30 قنينه صالحه للشرب، والباقي العفو 300 والباقي. اذا هاي المنظومه غير كفؤه، منظومه بها اشكاليه، والسبب انها غير مستهدفه لا بالتطوير ولا بالتدريب. العالم الان كله دا يتجه نحو العنايه بهذه المنظومه، طبعا من خلال برامجيات خاصه. مثال بسيط، الان من تروح تقدم في اي شركه اجنبيه، واحده من اهم المهارات اللي لازم تملكها يقول له هي هاف هاي كوميونيكيشن سكيلز، عنده مهارات اتصال عاليه، مو عنده قدره على استعمال الموبايل، انما عنده قدره في التواصل البشري مع الاخرين، يستطيع ان يفهم. حولوا امرنا معاشر الانبياء، نزلوها لمستوى الوظيفه، ان يكون الرب العمل مسؤول عمل عنده قدره في التواصل ويفهم هؤلاء الناس، قادرين في التفاهم مع الاخرين. لو مساله يتوقف عنده مجرد ان هذا الانسان عفوا بالاشاره غير صالح وينتهي الموضوع، لا، لازم اكو تقييم. واللي يمتلك هذه المهارات في التقييم هذا الانسان اللي له سبق في المجتمع. فعلوا قضيه امرنا معاشر الانبياء بدل ان تكون مركونه في الكتب مجرد حديث نستشهد الى عند الحاجه. خلاصة القول، بحاجة إلى منظومة تعليمية تستهدف المنظومة نفسها، مو المعارف اللي نأسسها على المنظومة. ما أتكلم أنه عقل يفهم الفلسفة، أريد العقل نفسه اللي يفهم الفلسفة، أريد هذا أطوره. الآن العالم دي يتوجه باتجاه البرمجة اللغوية العصبية، برامج معينة باتجاه التنويم المغناطيسي، التنويم الإيحائي، التحليل النفسي، كلها اتجاهات لتطوير منظومة العقل نفسه تستهدف العقل الإنساني. هاي النقطة انتهت. النقطة الثانية إن شاء الله وأختم بها البعث، وعذرا للإطالة، إحنا أشرنا إلى أن قضية تيمبلج راندن امتازت بقضية أنه كل مرضى التوحد عندهم فيض في التواصل الداخلي مقابل قلة في التواصل الخارجي. هذا إلى أثر صراحة، وجدت إلى أثر بالقرآن الكريم. شوف من تعرض للناس للامتحان في التعرف على خليفة الله في الأرض، كان هناك نوعين من الخطاب. خطاب يتوجه من الداخل إلى الخارج، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قالوا ما لهذا الرسول. نظام الجودة، نظام السيطرة داخل العقل، من يتوجه؟ توجه للخارج، أكو مشكلة بالخارج. لما نصطدم بمعارف غريبة عليه، ما قال أكو خلل هنا، ماكو قسم سيطرة نوعية داخل العقل يقول أكو مشكلة عندي. لا، المشكلة وين؟ ما جاء بالمعارف ما تتوالم ويا المعارف القديمة، مو؟ قالوا حسبنا، هذا يكفينا، حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، هذا يكفينا. بالمقابل كان يكون هناك نظام معرفي استطاع أن يشخص المعصوم. وما لي لا أعبد الذي فطرني، لمن توجه السؤال؟ إلى داخل نفسه. وما لي لا أعبد، ما لنا علاقة بطبيعة السؤال، لكن شوف الحركة وين كانت. ذاك قالوا ما لي هذا الرسول، بينما هذا حركته كانت لمن؟ إلى الداخل. وما لي لا أعبد الذي فطرني، أول مشكلة شخصها، أكو مشكلة بمن؟ في ذاته. طبعا هاي تنجع وين؟ ترجع انه طبيعه منظومته العقليه متعوده على التساؤل الداخلي، معتاده، مو معتاده على ان تنتقل من الفهم الى الحفظ. يطلب منها المؤثر الخارجي بالامتحان، يطلب منها وترد على الامتحان الخارجي، ماكو تساؤل داخلي. تيمبلج راندن استطاعت ان تلاحظ قضيه خوار، عفوا يعني خوار البقر يختلف من وقت الى اخر. هذا الشيء استثاره في الوقت اللي كان رعاة بقر بصفه، ما استثارهم هذا الشيء. قدرتها على رؤيه تفاصيل التفاصيل. نرجع، كيف استطاع هذا الإنسان أن يشخص؟ وهناك لفتة قرآنية أيضا في هذا الموضوع، أنه الذي استطاع أن يشخص وقال ما لي لا أعبد، القرآن عبر عنه قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إنسان نكاد تقريبا نقدر نقول أنه خارج مناطق التواصل الكثيفة الاجتماعي، ليست دعوة للعزلة وليست دعوة للانفصال، لكن إذا أردنا أن نؤسس نظام معرفي تربوي حقيقي يجب أن يتعامل مع هذه المنظومة كما أنها تحتاج إلى معارف خارجية. تحتاج أن نعلم الطالب قليلا من الصمت، قليل من التركيز، مو سمي هذا، مو سمي مثلا مو رفاه فكري، لا، ضرورة فكرية. القرآن ضروري الإنسان يحتاج إلى نوع من الصمت النفسي حتى يستطيع أن يفهم.
لا علم كالتفكير. بالمناسبة تعريف بسيط، التفكير هو عملية الانتقال داخل هذه المنظومة بأبسط صورة. تجد تعاريف كثيرة، لكن التفكير ببساطة هو انتقالك، يجيك مجهول حتى تحلل تنتقل من مفهوم الخزن إلى مفهوم الفهم إلى مفهوم الفطنة إلى مفهوم العلم. الحركة داخل هذه المنظومة هي أبسط تعاريف التفكير. إلى هنا وأختم البحث، يعني وعذرا للإطالة، وإذا عند السادة الحضور أسئلة أنا يعني باستعداد إن شاء الله للإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ المهندس حسنيان على هذا البحث. فقط تساؤل، وأنت تقسم إلى هذه المفاهيم الأربعة، الفطنة والفهم والعلم والحفظ، أريد أعرف أهم المؤثرات في توزيع هذه الخريطة في كيان الإنسان. يعني هل لها علاقة بجينات وراثية هي توسع من مداركة على مستوى مثلا التوزيع الخريطة، تعطي نسبة للفهم أكبر من الخريطة أو المنظومة الموجودة عند مولود آخر، أو أن القضية أوسع من ذلك؟ لأنه تستحضرني بعض النصوص الدينية أن بني البشر يولدون بمستوى واحد أو صفحة بيضاء أو ما شابه. هذا ودي تعلق عليه، جزاك الله خير. الامتلاك الأول، ماكو إنسان يولد ناقص بدون فطنة. أنا ذكرت لك أكو صفحة قديمة موجود اكتسابا، يعني حتى إذا ما عنده فطنة فالله سبحانه وتعالى ما ترك بعدم إمكانية اكتساب الفطنة أو اكتساب الفهم. القاعدة الأساس، أو خلنا نرجع إذا فاهمين نظام الحاسبات، سموه نظام الدوز بالحاسبات، اللي تؤسس كلها تمتلك نظام الدوز، لكن الأنظمة اللي تؤسس فوقها هاي تترك. قلنا أكو عوامل وراثية، عوامل تربوية متخصة يعني مختصة بالعائلة نفسها، عوامل اجتماعية، عوامل تربوية، نظام التعليمي مالتك. أنت إذا نظام التعليمي في العراق يتجه إلى اتجاه الحفظ بمقدار ما تحفظ فقط، ما له علاقة، يعني شخصين يقرؤون كتاب 200 ورقة، كل واحد قرأ 150، تختلف عن الآخر. صدفة نوع الأسئلة جاءت ما تشمل جميع الكتب، الآن نظامنا الامتحاني، هذا جاوب على 90 وهذا جاوب على 50، هذا أصبح طبيب، هذا أصبح دخل معهد صحة وراح يشتغل عنده. نظام المعتمد في تنمية هذه المنظومة هو نظام خاطئ، ما معترف، ما يدركه، كل اللي همه الأثر اللي ترتب عليه، يتوجه إلى إنتاج طبيب، ما يتوجه إلى إنتاج إنسان ذو إمكانية أنه يصبح طبيب. ما يناقش الاستعدادات، ما له علاقة بالقاعدة، يتوجه فقط أنه يريد طبيب، يريد مهندس، فالاتجاه متوجه. أما المنظومة بحد ذاتها تستهدف، ما موجود. هل برأيك الآن إذا أريد نجري عملية إصلاح للمنظومة بذاتها، أول خطوة تجدها مثلا، يعني ودي تنتقل للتفاصيل، يعني أنت سمعتك أنه ترشد إلى تطوير المنظومة، المنظومة العقلية، انطيني تفاصيل أو انطيني سبيل أو سبيلين لتطوير هذه المنظومة. الإصلاح التربوي، يعني نجيب كادر لوزارة التربية والتعليم العالي أفضل مما هو موجود مثلا، أو لا تستهدف مثلا شيء آخر، يعني إلى علاقة مثلا بدولة العدل وما تنتظر هذه الأمة من إنتاج معرفي سيصدر من خليفة الله، ونحن نعيش على أعتاب هذه المرحلة الحساسة. على شكل أو على الصعيد الشخصي، أنا أعتقد أن الإمام كما يحتاج إلى مقاتلين يحتاج إلى تربويين. يعني مسؤولية الإمام ما متعلقة بالمقاتلين فقط، إنما ناس تربويين، ناس يقدرون قيمة العلم. الآن إذا عندك منظومة تربوية تجعل اللي معدل 60 هو اللي يقود العملية التربوية، الدولة ما أراه في دولة العدل إنه الدولة ستجعل التربية والتعليم قيمة عليا، مو قيمة عليا، مو اللي ياخذ 50 او ياخذ 60 يروح لمعهد التربيه، لا، مثل ما الان ياخذ 90 يروح طبيه، لا، تصبح المعلم. المانيا الان، المانيا يقولون افضل الرواتب تعطى لمن؟ للاساتذه، وكيف استطاع ان ينهضوا؟ جعل دور الدوله بالخصوص هو خلق القيمه، مو ممارسه القيمه، المجتمع هو اللي يمارس القيمه. النبي عليه الصلاه والسلام جعل يعني وضع القيمه وارتفع بها، خلى الناس هم يتحركون. قيمه التقوى جعلها النبي قيمه في المجتمع لما كان يقدر من يتقي. فأنت إذا أردت تخلق منظومة تربوية لازم أولاً عليك أن تقدر هذا الجانب، وأنا أعتقد هذا القضية مو بعيدة يعني عن الإمام عليه السلام. وأعتقد واحدة من أهم أهدافه راح تكون أنه قضية بناء بنية تربوية، لأن هي راح تكون الأساس للأجيال القادمة. مع هذا يعني ما عدا هذا راح نكون مجرد نتخبط، نرجع راح نشتر
آثار اللي موجودة الآن، يعني أطباء غير كفؤين، مهندسين غير كفؤين، مدرسين غير كفؤين، وتستمر هذه المنظومة بإنتاج معارف معاقة. يعني هي نظام فلترة خاطئ، منظومة كفاءتها 30%، ايش تتوقع ايش تنتج لك يعني؟ فهاي الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر. أحسنت أستاذ حسن، بحث رائع وجميل، جزاك الله خير. لفت انتباهي قضية أنه المعاندين أو الرافضين للدعوات الإلهية منظومتهم العقلية مثل ما تفضلت يعني منظومة غير متكاملة، فيها نقص، فيوجه الخطاب للخارج مو للداخل. نعم. لكن يعني القضية فقط متعلقة بالمنظومة العقلية، لو أكو بعد آخر يأثر في الإنسان ويرفض الدعوات الإلهية، فنجد على مر التاريخ، إذا قرينا التاريخ، أنه كثير من الطاقات العلمية هم أيضا في صدارة من رفضوا الدعوات. يعني مو بس الفقير والجاهل يرفض، ربما نجد آخرين منظومتهم العقلية مرتبة ومنظمة أو كما تفضلت يعني متكاملة إلى حد ما، لكن أيضا رفضوا الدعوة الإلهية. فيوجد هل يوجد بعد آخر مؤثر؟ آمين. جزاك الله خير. الله يحفظك. إحنا مشكلتنا ربطنا مفهوم العقل بمن؟ بالعلم فقط. مو إنسان عاقل عالم، مو أو العالم لابد أن يكون عاقل. جزء من منظومته الإمام ده يقول لك هو العلم فقط، جزء من منظومته. نظام المعرفة اللي قام على المعرفة الفيزيائية والكيميائية هذا جزء أصلاً من منظومة العلم اللي هي جزء من منظومة العقل. فإحنا نظام التقييم ما يجوز، يعني نظام التقييم عندنا خطأ، أنه نفترض الإنسان إذا مثلاً فاهم جداً أن هذا المفروض يكون عاقل. لا، ومنظومة الفطنة شنو؟ الفطنة ترى ما تتعلق بالمهارات الفردية فقط، إنما القدرة في التقبل. الإمام عليه السلام، علي عليه السلام يقول أعقلكم أطوعكم، أفضل العقول هي التي تمتلك القابلية على استلام المعارف الجديدة، ما عندها مشكلة. الآن الشخص ذكر فضيلة الشيخ أنه قد يكون هندي، قد يكون ما واصل للعلم، ما ندري قد يكون واصل له أو غير ما واصل له، يعني خلينا نقول الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لكن السؤال المهم داخل منظومة هذا العالم أنه نظام الفطنة، نظام المطاوعة، هل هذا عنده القابلية على استقبال معارف جديدة؟ لو منظومته خلينا نقول تعبير قافلة مثلا، ما عندها قدرة على الاستخدام. فمنظوم العلم ما يخ أو العقل ما يختص لا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بالرياضيات. هنا الإمام دي يركز، قسمها إلى منظومة شاملة. ما أريد نتكلم عن الإدراك والشعور والإحساس واللاوعي، هاي كلها تدخل ضمن المنظومة. جمع الآن يعتمدون على العلم يعني في تشخيص الأمور، لأن الآن العموم الناس يقول هذا عالم، بما أنه عالم نعتمد عليه بالتشخيص. هذا كلامك ينقض هاي القاعدة التي الرائجة وتروج، يعني على أساس وضعت مصدر حددت مقياس جزء من المنظومة، جزء من الأجزاء فيها خلل فتشخيصها يكون شهيد الصدر. فيهم صحيح الآن شهيد الصدر رضوان الله عليه الأول، امتلأت عقولهم بمطالب الفقه والأصول، هو كعالم فول منظومة العلم مالته، لكن الوجدان الإنساني جزء من منظومة العقل. يعني من نتكلم عن العقل، لأن مشكلتنا إحنا صار مفهوم العقل كلمة مرتبطة بالتجريد، العقل تجريد، يعني خلينا نقول بالعقل، العقل الجامد ما له علاقة لا بالمشاعر ولا بالأحاسيس ولا بالعواطف ولا بالرحمة، نصورها منظومة ثانية ما لها علاقة بالعقل، لا هي ضمن هذه المنظومة نفسها. العلم بالرحمة والشعور والفهم للرحمة، بس قلت لك هذه أبواب أخرى ما نقدر الآن ندخل هنا، البحث يخرج. يعني الآن ده نتكلم كله يجوز بالعقل الواعي، أما إذا نطب للعقل اللاواعي فإحنا ما مشكلة كبيرة، يعني مفاهيم كثيرة جدا. نغلق البحث لنا ونشكر حضوركم الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.